بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الإعلامي أما أدعوتي إن محاضرة عنوانك هذا وحيكو صاحب سنتهي ما المهن بشنا كجنة ذي الحجة طبان كان هراء أو ما أنت إسدحت هاي بشا فضائشة أي لالا هاي أي ما أنت كسب سنتها كلمة دينا إن شاء الله سكوبا يوحى نغشة كان دونا ما المهن فضل إليهين يوحى كسو عروراء النصوصة نبي قلنا صلى الله عليه وسلم ومد أكبر الرئي إن لغفا إذي استو ما المهن أيها إخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى نعموين فربضاً أي أمدي سأقري نعموينك وحكمي ذا مواسيم يوقت طاعوينك إيا خيراتك أجر بضاً لغت المامين إليهين أي إلهي سبحانه وتعالى سي إزدب الجوغة أي أمد إلهي وكم النيستي سبحانه وتعالى مواسيم تأي واختيالها طاعة أي فضل قبضان تأي وحاكمي ذا بشان أكو جنو طبقا أهور هي سادرت هذا أي أمد وحلوغة باهاي هاي إري بطسدان مع المهن دحضو ذا أعماش الصالحة ذا وأي كتر تمان وحي إلهي يقول لها أو خيرا إن أي كتر تمان وحيالها إياه وحاكمي ذا مالمها سقالك أو لصومة عباداتك لو صلاة أوه الرئيساء اللي قد ذاته وحامرك الليباني أو سعيدة أو قوليستي قفك مالمها بركة بضان يزبن كان بركيسا الله تبارك وتعالى أوافجي إنه كفى إذي سطاعاتك يا عماش الصالحة ذا كجرته قفك سليباني وصونك وكمدي هاي صدقاتك كمدي هاي الأمر بالمعروف كمدي هاي صلة الأرحام كمدي هاي الإحسان إلى الخلق وكمدي هاي ذكرك الله الله بضيئي كمدي هاي قفك وعرب كيسا إلى ليو حنت يبنت يحيالها خيانة كيلا ليه كمدي هاي خيراتك قفك كفا إذا يستيبع قفك سعيد كآه ولا ليه المالمهن أهمية ذا يكالين توين أي كليهين إلهي أكتي سبحانه وتعالى وحكوك الله تبارك وتعالى أقسم بها في القرآن الله تبارك وتعالى وحكوك نارتي مالمهن بركيسا أي كوك نارتي سبحانه وتعالى قرآنك الأحديثة الله تبارك وتعالى هدو الشيء كوك نارتينا كمدارتو إلا شيء عظيم وأكتي سكوين أبو الله قدارنا يا سبحانه وتعالى وأكتي سترجك له سيدا درت يا أيو الله تبارك وتعالى كتابك سقرانك وحيونا وشيغي إنو الله قدارتي مالمهن والفجر وليال عشر الله قدارنا يا سبحانه وتعالى مخلوقاتك سوح أوضونا فجر كأي صلاة الصبح مرك إدارنا إيسا أي رب كل عبد إلهي سبحانه وتعالى وحكم دارته مال مهن تبانك
بشا أور ريا سيدة الصحيحة وحلو لجي إلى تبان كم بري ليالي العشر مفصلين تي علماء سيكو فصلين قلت المامين ما المان تبان كأيد الحجة ما أنت سد حيث بشا يا لجي إلى لابو علماء الإسلام كا وحي كهالين تبا فضل بضن تبان كم بري إيد الحجة أهر ريا يتبنك قدام بيا بشهر رمضان العشر الأواخر من رمضان ليلة قالوا حقيقتين إن تبنك قدام بيا رمضانك ومارت قدام بيا تبنك قدام بيا رمضانك عشر الأواخر وليلة القدر كجرت إن الفضل بضيين قالنا وحير إن بيا تبنك قهر ريا بشان إن هذا كجرنا أي أفضل بضان وحال لغو جمعيي لبدا قول هبين هدي الليرة وحافظ لبضان تبان كدن بئي رمضان صوت الليلة القدر باكو جرتان وخير من ألف شهر لغو تلماما مالن هدي الليرة أيام العشرة دي الحج أي أفضل بضان لأنه بحدي لو حاكو جرتان يوم عرفة أو لبسنا إلهي ذنب يقول أمد أبو نافر سيدا لكن أي نصوصة المام ميسا تبان كمبري على الإطلاق بقية أيام الشهر أيام السنة سنة كا مالمه سعودان وحاقوفا لبدا تبان كمبري إن هذا كو جنة وعشرة الحجة وحيد للشرين علماء تلمام هيا أما على الإطلاق إن أفضل بديهن معلمهن دور شيء أي دليل أسوقاتين وحاوه الرأي معلمهن تمنكع ذي الحجة الله تبارك وتعالى باكرنا في القرآن الكريم تاوحي دليل أتيمركع إلهي أكتي سبحانه وتعالى إنهين معلمها أغو فضل بضن أغو نويل بضن وحي دليل سوقتان اللبعة تشمل الأيام العشر من ذي الحجة قولك النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر رسولك صلى الله عليه وسلم وحول إلهي أبتي سوحا أوين بضان مالمها مالك يوم النحر ومالك التبناد العيد هيا حجيدنا أي هيديذي قورع هيان إلا قبنا يا أفرت عمل أبوة أوين حجك طوافك نقحتورك أوه الرأي حلقك حي رشادة كحكت طوافك طواف الإفادة كحكا كان أبودا بي أوي هاي أفرت عمل أبوة وين بالله قبانها يا يوم النحر بالليلة مالكا وحو كميدية التبان كان بري أيو كميدية وحا كميدية يوم القر وحاوي مالكا كو يتبنا أو كبل الله مانها يا أيام التشريق معلمها لغوت المام أيام الذكر معلمها إلهي حسين حجيد يكسو بيهن منه وذكر يا حسيتان يا الله بري اي ماشي وجوغان توحي دليل تمرك مالمهن مالما عرس الى يهين الهي اكتينا اد اوغوين سدح وحي سوقاتين رسولك صلى الله عليه وسلم ايا وحكمر خاتك عي مالمهن الى يهين مالمها اوغوين ايام الدنيا الدنيا مالمها صمر مالمها اوغوين مالمهن الى يهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأو دليل ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم ما المكون بضن مجرى إله أكتيسة إله أكتيسة لوك القعيل بذيها عما اللقب تحضوضة ما المهن تبكاه
kasu nabigeenna na faray sala allahu calayhi wasalam sidaan uga faa'iidaysan lahayn. Fa akhiruu fiihinna min altahliili waaltakbiiri waaltaxmiid, war maalmaha iyaga ah dhexdooda waxaad badisaan kalimatu laa ilaaha ila allah, badiya oo dikri laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. waxaad dhexdooda badisaan takbiir allahu akbar allahu akbar, taxmiid iyo ilaahay subxaanahu watacaala oo lagu xamdiya laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd. dikriga isaga ah badiyo rasuulka sal allahu calayhi wasalam, ajir fara badan iyo dembidhaa fara badan baad ka helaysaan. waxay culimmadu soo qaateen maalmahan iyagoo tilmaamay inay yihiin acdamu ayaam dunya tajmacu fiiha umuhaatu lcibaadaat, maalmahan tobanka waxaa ku aruuray oo isugu imaaday cibaadooyinka hooyooyinkooda, kuwa ugu waaweynaa ayaa isugu imaaday, sida uu imaamu lbukhaari ku soo saaray kitaabkiisa. cabdillaahi ibni cabbaas radi allahu canhumaa ayaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baa sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma alcamalu fii ayaamin afdalu minha fii haadihi, ma jiro camal la qabanahaya maalmo ka fadli badan maalmahan camalka la qabanaya. qaaluu wala aljihaadu yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay ow jihaadka ka warran, jihaadkaasoo kama fadli badno qof intuu jihaaday jidka ilaahay ku jihaado kalimat liiclaai kalimat illaah, soo kama fadli badno qofka camalka uu qabanaya maalmahan. nabigeenna wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam wala aljihaadu fii sabiili illah, xataa qof jihaad galay waxaa ka fadli badan waxa uu qabanaya qofka cibaadaysanahaya maalmahan ayaga ah. nabigeenna hallin buu ka soo reebay ilaa rajulun kharaja bikhaatiri nafsi bikhaatiri nafsihi wa maalihi falam yarjic bishay, ilaa hal qof baa ka fadli badan qofka isaga ah qof jihaaday jidka ilaahay u baxay xoolihiisa iyo naftiisaba la baxay waxban aan ka soo noqonin, isagana meesha jihaadkiiba ku dhintay xoolihiina meesha bay ku baabeen ku dhammaadeen, kaa isaga ah lama gaari karo qof noocaas oo kale ah. waxaanan qofkaa ka ahayn acmaasha la qabanahaya sanadka intiisa kale qofka wax ka khayr badan maalmahan camalka la samaynaya ma jiro rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaad garan markaa in iskugu imaada camal khayr oo dhan bishan, maxaa yeele soomkii waa kowa oo nabigeenu yuri sal ninkii maalin sooma ilaahay darti u soomo ilaahay wuxuu ka dheereeya naar buu ka dheereeya wejigiisa, soomkii baa ku dhex jira. waxaa ku jira salaadihii faradka ahaa oo la gudanahaya oo lagu dadaalahaya, waxaa ku jira adkaartii iyo maarata dikrigii baa ka buuxa, qur-aan akhriskii cibaadadii oo dhan baa iskugu soo aruuray. saa darteed waxay dhahaan culummada xajkiiba asana ka mid ah oo la gudanahaya bishan ayada, nacam cibaadaadkii iyo umuhaatu lcibaadaat baa iskugu imaaday meesha. culimmada waxyaabahay soo deliishadeen waxaa ka mid a fadliga maalinkan uu leeyahay inuu maalmo lamid a jirin waxaa lagu tiriyaabay dheen tobankan beri oo bishan dilxija ugu horeeya inay yihiin aayadaha maalmaha uu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay oo allah uu leeyay subxaanahu watacaala wayadkuru isma allaahi fii ayaamin macluumaat, ilaahay bay xusahayaan maalma ilaahay agtiisa ka weyn ilaahay agtiisa laga yaqaan xujayda marka la tilmaamahaya. nacam waa tobankan beri ya ayaam atashriiq, yowm annaxri, maalma yowm carafa, waa ayaam ilaahay agtiisa alxusahaya ciddii xaramkii xajka joogtana ay cibaado iyo dikri ilaahay ku jiraan, kuwii aan xajka jooginna ramadaan maarata maalinka sagaalaadka soomahaya, inta kalena cibaado iyo khayr rabbi ku xusaya subxaanahu watacaala. marka fadligeeda ala maalmahaasa ka mida maalmaha la sheegaya marka ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay ayaam almacluumaat, waxay dhahen waa ayaam alcashara dilxija, ayaam alawal min shahri dilxija. waxyaabahay culimmadu soo qaateen waxaa ka mid a loo soo qaatay maalmahan fadligooda wa ana alcamal asaalix fiiha axabu ila allahi tacaala min alcamali fii gayriha min ayaami assana, camalka khayrka ee la qabanahaya maalmahan oo addoonka muminka uu samaynahaya waxa uu ka fadli badan yahay
عباداتك يا عماشة وقبنا يا صالح هذا سنة كأنتي سكالة كان كفل بدل سيد أكتهين شرف الزمان شرف المعرض مكان أي جراء يعني ما لها قير باللفظ لي عمل كلق بنا إنه ألف البدين وحكم إذا مكة يا مدينة كمدة مكة يا مدينة عمل كوقف كمسلم كسمينا حرم ك لمد ما هماش عن جونة ما هي لي صلاة اللي قلت كذا حرم كوا بقول كنا أجروا مدينة صلاة أتقلت كتينا وكن أجر وشرف المكان شرف الزمان باجرة وحكم إذا رمضان ك عباداتك رمضان كلا سمينا إلا مد ما عباداتك بالعقل أيام ذي الحجة ما المهنا كجنة عملك خيرك وقفك مسلمك قوانها هي أجرك وكهلا يا الله مد ما أجرك وكهلا عباداتك كلا بالعقل وقوانها هي كان كفر لبدن أو كأجر بدن نعم أو مضاعفة أو كبر وحى ما أتوك إلى هي عملك ما المهنا وقوانها هي معايا له وشرف الزمان ما المهنا فضل بدن يا ما المها عملك وضعها هي أي فضل بدن وشرف الزمان هو سيدا درت هذا عملك صالح وقفك مؤمنك وقبنها هي إلهي أكتي سوى حلوك القعل بدنيا أعماش سنة انتي سكل وقبنها هي نبي قلنا صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح وكويري ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى رسولك عليه صلى الله عليه وسلم مجرى عمل كطها كون أكسن إلهي أكتيسة كون حق أجرك إلهي أكتيسة خيرك وصمينها يقفك مؤمنك ما المهن عشر ذي الحجة عشر الأضحى وعشر أيام ذي الحجة ما المهن أوه الرأي إن هذا كجرنا عملك وقبنا يقفك مؤمنك إلهي أكتيسة زكي بكين يا إلهي أكتيس أدب وقطهيرين إلهي أكتيس أجر وين بكل يقفك مؤمنك صلاة صومك صدقة تصبيح الكارتة قرآن أخرسك ذكرك إلهي أكتيس وين بكل هلا يقفك مؤمنك ما المهن أيضا أنك جنة رسولك صلى الله عليه وسلم حكسنا هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه لم يقلنا عليه الصلاة والسلام إمام الترمذي وقصة صار السنن كيسة في سنن نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة أو أن يتعبد يعني مجرى مالما إلى عملك وقفك قبنا هيا لو كالقع البدء إلهي أكتيسة قفك عبادي سنة هيا مالمهن بشا طبنك أهو الرئيسة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة صنك أتسمي سسغال كم بري وحقودك ما سنة صن أصنطي صلاة الليل كأدو استاقي سابينهن وحقودك ما صلاة الليل كلي تقدر كأتكنيس أجرك اللي جهلا هي ثوابك اللي جهلا هي حديث حصوص الإمام الترمذي أي سنة كيس قصص هاري ولا ليال وحكمدة أدلة تلمام ميسة إن مالمهن أيقع فضل فربضا إيا أمان فربضا وقصة أرورتي أجر بضن اللي هلا يا عمل كخير كاللقبتا دم بلا فربضا إلهي وقصنا يا أدونك وحكمدة يوم عرفة كمدة يوم عرفة ومانك السقالات مانك السقال كأي تاي بشوي وحجيرة عرفة تاجيهين ما لك وحلس فري قف كان الحج كي حرم كتجنئ وصومه صوم كعرفهم حلقة هلا وحلقة هلا يرجيسو نبي قلنا أوت المام صلى الله عليه وسلم يعني قف مسلمة أم غلي أرنك أسج السنة وأم ضاف هي سنة وأم بضاف هي بقى نبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحوري صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها مالك عرفه قفك مؤمنك الصوم كأسوم هيا وإلهي أهود دوانا يا سنة
إلهي وحنا كجاء جرا سنينا إن سنة تكتينا ونقول ضعف ذنب جيدا سنة كسر صعدنا وذنب جيس إنه نقول ضعف سبحانه وتعالى وحنا أجن هاي بشن الحجة بلاها إسلام كبش أقدم بيسوى سنة كبش أقدم ما ذوي بش الله يتبنى ذوي بشن طبعا كان بري كل جيران سنة تكتي مركة وحكو ختمتي عرفه سنة تكتبو حكاب عيو ذنوبة إله سبحانه وتعالى وقرافة يمانك عرفه بشن بشن كدن بيس محرم زكاة نرادنا سنة كلابات باك بالله سنة عصبوي أيضا النبي قال نوحي الإله وحنكر رجينا يا سنة صوص عطنا الضونك يردن بيس أولاف والعمل قبا عمر آلن قارنوا حتى نمع ذلك وحلو قبلنا قال يردن بيس أولاف مالك ومالك غالية ومال غارية سنبا إليك أغفكته مالك أيضا الله بحرين يعني حالة السيدة تهيبة مالك إنا تونتو وكفة إيدي ستو محايا لي ووحنا كسو مرينين يا لبسنا دين بيقود الله دافي ووحنا دين كسو مرينين لقيا بعمر قيسة بينو مرد بقارن قفنا مركا أتاقن يأنبو وقت قيسة كورما وحي كدن بايا ووحدا الحكومي كريم وحيين وحي كاتاقن هدي بتاقي صمى حالة ده تاجن تلقى إن تكفى إذا استمرك. إذن مالك عرف سون كيسة سنة تكتين والله قد ضافي سنة صوص عطنا إله سبحانه وتعالى يدم بجيدك وقد ضافيا. مالك مرك إلا كفى إذا استوي. أيضا أيتها يقفك إنه كفى إذا استو طبعاً كبير سجال كبير به. ومالك كوتها بشة إلى عرف اللي قال إن أتصنط في عنده قفك كري كرا هدات كري ويدو. وآذن سومين عباداتك خيراتك كالكود دلال لكن يوم عرف صماء يهيك تجي لأنه سنة كتغينا والغو ختمي سنة كالصوص صعدنا أيضا اللغو فري مركة ذنبي قال لبدا سنة والغو ضعف يهيك تجي مركة مالكة هل لقفة إذا يستو قفو البئة مغلى هيا أرنك أساقها كفة إذا يستي عدك أن إيو كلمة أي قادو وحن لنا هاي كفى إذا يصير عمرك أي فرصة عيال هلا كفى إذا يستو سأدوكتي هنا عرفة وحي كميتها هاي مع المهن طبعك هي كميتها فلا إيش إليهم بمركع أي تسيسا وحيابا علماء أسواقاتهم وحكمي إلى مع المهن أيهين مع المهن أغفى للبضن سنة كإنتي سكالة وحن لك قدنا هاي مع المهن سأدوكتي هنا بشان بحدة حجكي ركنك إسلامك أي شناب حج كسان أجن هاي وعطير تيرك إسلام كشنطة كمدة وعطير كشنار قفك وقوة جبي أيها جودنا هيا مركز ركن جا إسلام جا أيها لك جودنا هيا بشن بحدا هذا وحي توصي مركز فضلك إليه المعلمها ما دام الركن جا إسلام جا أيها حج كع تهدي سلك جودنا هيا ومن الكان الإسلام دليل وحيوت هاي فضل هذه الأيام العشرة من ذي الحجة علماء الإسلام كا فوق هذا وحي إليهم وحاصلنا مع المهن تبانكا إن لغا فائدة يستو عباداتك خير ككجرة أيام التشريق سأدوكتين وأيام الذكر أيام أكل وذكر يقران كالله غريب وحامركا حرامة أول لغا الصور ريبي تبان كمبري أنا اللي سومي كرين مالك التبنات مالك التبنات يوم العيدة ومحرم صوم كذا لما أقول قفص ابن صومه حيلا ومال العيدة مالك أسقى صوم لما أقول نبي قيننا صلى الله عليه وسلم وحن نهيي الرابي صوم لببر صوم كذا يوم النحر ويوم الفطر مالك يوم النحر إيه هذه اللي قورعها أنت مالك التبانك عيدة يا مالك رمضان كلا فرها فدرك الليلة عيد دوين عيد يلا لا بدأ بري لما سومي كم إذا وحامرك كوب النار ولا بني سقالك بري بإن تومي كرتو ويفضل لبدنته يوم عرفة يفضل لبدنته وحيابها الدليل كوتصها يا معلمها فضلك وحكم إذا إلا صوما سنة وحكوسه عن حديث حفصة رضي الله عنها
waxay leedahay xafsa umuna xafsa kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yasuumu tiscan dilxija wa yowma cashuuraa wa halaaثatu min kulli shahr. Nabigeenna sala allahu calayhi wasalama waxa uu soomi jiray sagaalka beri ee bishan dilxija, waxa uu soomi jiray yowma cashuuraa waa bisha soo socota ee muxaram ee zaka maalinka tabnaad, waxa uu soomi jiray saddex beri oo bil walba u horeysa ayaamulbiid baa la yidhaah, bil walba saddexda beri ee u horeysa ayaamulbiid waay in la sooma soomkooda fadli badan baa ku sugan. Saa darteed nabigeena calayhi isalaa wasalaam wuxuu soomi jiray sagaalkan beri ee bishan ayada ah dilxija, waxa uu soomi jiray yowma cashuuraa. Yowma cashuuraa fadligada waa soo tilmaamay, waxaa lagu dhaafahayaa sanada tagtay ee kaa dhammaatay baa dembiga lagu dhaafaa. Carafana waa sanada tagtay iyo sanada soo socota, saasay u kala bedelan yihiin. Saddex beri oo bil walbana nabigeenna waa soomi jiray. Maxalu shaahidka waxaa weeye nabigeenna wuxuu soomi jiray tisc min dilxija, sagaalka beri ee bisha dilxija ayuu soomi jiray calayhi salaatu wasalaam. Walaalayaal, mar hadday sidaa tahay qofka muminka ah waxaa habboon marka in uu ka faa'iidaysto maalmaha qaaliga ah, maalmaha qaaliga inaan ka faa'iidaysanno, oon cibaado iyo dikri kaga faa'iidaysanno, qura'atu qira'atu alquraan lagaga faa'iidaysto, soomka lagaga faa'iidaysto, alamru bilmacruuf lagaga faa'iidaysto, wanahyi can ilmunkar lagaga faa'iidaysto, sadaqada lagaga faa'iidaysto, alixsaanu ila alkhalqi, khalqi ilaah inuu ixsaan u samayso, ood samafal iyo tamaysa, silatu raxim dadka raximka la xiriiriya, biri lwaalidayn lagaga faa'iidaysta, ummadda oo la anfaco khayraadka lagaga faa'iidaysta ayaa loo baahan yahay maalmahan oo kale. Salaadaha in lagaga faa'iidaysto, waqtigooda jamaacaadka lagu ilaaliyo salaadaha, iyadoo aad tukan jirtay salaada haddana inaad waqtigeeda salaada ku ilaaliso, jamaacaadkana ku ilaaliso. Waxaan ognahay asalaatu calaa waqtiha inay tahay waxyaabaha ugu fadli badan, salaada waqtigeeda lagu ilaaliyo jamaacaadka. In jamaacaadka laga qayb galo rijaasha waajib bay ku tahay, meesha laga adimahayo ee looga yeerahay inay tagaan markaad adaanka maqasho, inaad masjidka iyo meesha laga adimayo aada, maxaa yeelay xaya cala salaah xaya cala alfalaax baa lagu leeyahay, liibaanta u kaalay salaada u kaalay baa lagugu yeerayaa. Waa inaad meesha ayada ka qayb gasho, oon mawlacyaha iyo guryaha aan salliga la dhiganin. Salaada jamaacada waa waajib, waxaa ku tusayaa waajibnimadeeda, ragga inay waajib ku tahay. Nabigeenna sal alla slam maalin maalimaha ka mid a ayaa wuxuu yidhi waxaan hamiyey inaan salaada imaam oga dhigo qof hormariyo. Nabiga saa imaam ahaa calayhi salaatu wasalaam, saa ummadda hogaaminayo tujinayay, meeshuu istaagahay inaan qof kale joojiya, anigana intaan rag qaato dhallinyara aan ragga guryaha joogo guryahooda ku soo guda. Meesha waciid badan baa ku sugan, dab ilaahay baa wax ku cadaaba subxaanahu watacaala, kuleelka cadaab. Nabigeenna calayhi salaam himiga asaga waxay tusi jamaacada inay waajib tahay bay u daliilta xadiista tusay ka mid tahay. Waxaa ka mid a nabigeenna sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka habeenkii iyo waqtiyaalaha guryaha ay dadka joogaan ay sariirahooda ku raaxaysanayaan, danahooda haysaan oo ay iska nasanayaan, kuwa masaajidka u lugeeya ee mugdiga masaajidka u socda, nabigeenna wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam kuwa ayaga ugu bishaareeya binuuri taam, nuur dhammaystiran ilaahay agti inay ku leeyihin subxaanahu watacaala. jamaacaadkii iyo ka qayb galayaan masaajiddii bay u socdaan. waxaa kaloo nabigeena yidhi sal allahu calayhi wasalam qofka masaajidka daa'imaya ee jamaacaadka ayn ka tegin salaad walba masjidka jamaacada u lugaynahaya, nabigeena wuxuu tilmaamay sal allahu calayhi wasalam inuu ahlu iimaan yahay, fashhaduu lahum biliimaan, iimaan oga markhaati kacu nabiga sal allahu calayhi wasalam, dadkan waa shuhadaa ullaahi fi ardi. Nacam, taasoo waxaasoo dhan waxayna tusayaan marka salaadaha in lagu ilaaliyo jamaacaadka, oon dadka ayn fududaysanin, oon la wahsanin jamaacadii masaajid ka qaybgalkiisa. War waxaad aad tukanayso waa cibaado, waxaad ilaahay agtiisa aad kaga rabto way janno inaad ku gasho, waa waxaad ilaahay agtiisa kaga rabto in dembi dhaaf aad ku hesho, waa waxaad ilaahay agtiisa aad rabto ridihiisa inaad ku gaarta,
ووحد ربت الدنيا إن النورال ونكسن هي خاتمة ونكسن كل شيء يا الدنيا آخر واحد ربت اللقو قصو بيوا إذن وإن وحول بلجهر مريه ووقت يدي ماشي هذا اللقو إلى عليه هذا وقفك مؤمن كوحان لنا ولا لا حتى المسلمين تا وحن نفتي إذا نفتي إذا بدين تردار مايا هدي إيش كوكا قبصته أرن تناها يدل الدنيا يمد ربك قوليه سبحانه وتعالى تن الدنيا إسكت لقتي ربي هرمري سبحانه وتعالى تن ربي هرمري ومد اللي بانت إيكو جرته ومد اللغفري شيء اللغفروا يا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تن اللغفري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباده ومد اللغفري إذا مد ربي هرمري هذا هو تكان كهذه الجوجة أجن عسك كوكر الصعلة كستم كيكو تاجي هاي أي صلاة الأدمي تظهر مرن كستم كاجي مياد ما يساني أو شغلة الدنيا مياد بجني جماعة لو يكاتين مستير ربي بعد هر مرن الدنيا وواحد الله صن نقوم كرا لمانين لكن تاه هذا يكون دافتا وواحد كات جاي يا الدنيا هداد ويساء بري بده لي كرتا لكن مركز عباداتك يوحي ربك كو خلقي أو كو أبور سببت هذا مركز كتكتا وهذا وقتها خسارة من الدنيا إلى آخرة والله بضو ما يشوي تالا تنا الدنيا بعد خسارتي تنا آخرية الدنيا وبعد خسارة إسا سيقدرت هذا هدى سوق قبصته دنا الدنيا أديك حول هذا يدنت الرب عبادات الرب هو مر سبحانه وتعالى حر أو شيء الدنيا هذا سدى صد بركة يا خير خجاري الدنيا ده آخرنا أتكهيري سرديها اللي جنة مركا تاسوا دردارا النفتي دي نفتي النبع هو دردار معي ولبا خاصة معلمانا كجرنا إنا كقفة إذي سن أرنك أساقع كدلال ولا لي الوحياء بها اللوت بهاي إنا كقفة إذي سن وحكم إذا معلمان الصلاة وحكم إذا الصيام إلا الصومة وحكم إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى ذكرك الله كم إذا ذكرك وحاو إلهي إلا حصة سبحانه وتعالى وحكم إذا قراءة القرآن قرآن كأخرين ديسة إلا بضية وحكم إذا الاستغفار دبير أفضلب طوبة كين وحكم إذا الصدقة وحالها يستود إلهي حقيسة وحقيسته وحكم إذا حفظ اللسان من الغيبة والكذب والخيان عرف ينات كإلى لسو حنت بنت خيانة يا إن العرب كذا كإلى لسه أرمها صورا إلى جفا إذا يسته ذكرك الله سبحانه وتعالى وحبان كتل ما مينا نبي جينا صلى الله عليه وسلم وحكى صغن إنه يريها اللب ضيو ذكرك صوص صعلا ولي بخاصة مع المهن وذكرك اللب ضينها جيدا مركي تاقيهين عرفوا نبي جينا يريه صلى الله عليه وسلم وحن أنا ما أرتي أنبيا ذي جهر رئيسي يا أني جاب أنكو قرن وحاء وخير بدن ذكرك صوص صعلا أه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكرك خير بعد المجلو وما المهن لا آخرية ذكرك عصقع إن أبضي ستوعيدك نعم رسولك صلى الله عليه وسلم حكسب إنه يري من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكرك عد أغريدة معلمهن أيقا في يوم 100 مرة مالك بقول شيء بقول جيرنك كأغرية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقول شيء بقول جيرنك أغرية كتبت له 100 حسنة حلو قرها يا إلهي أكتب بوغل لو قلنا يا بقول حسنة أي أبوك اللي أقرها يا ومحيت عنه 100 سيئة بقل دنبنا والله قترها يا بلو في رسو فضلك يا أجرك أنتو لين يا رضاها إلهي لك قارها يا ماشا يضع بقل حسنان والله أقري بقل دنبنا والله قترها يا وحاوبر وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك مالك أيضا إذ أررت إذا أغلدي مالك سلمنا الشيطان وكبت باليسا إلى قبل كردع حتى يمسي إلى أكقل بيستا
wax la yiraahdo shaydaan iyo wax ilaahay dhikrigiisa ku hilmaansiiya waad ka badbaadaysaa. Khayraadkii oo dhan baad ka faa'iidaysan maalinka. Ibliis baa haddii lagaa xiray soomaaliban, ibliis baa lagaa xiraya lagaa joojinaya maalinka. Nabigeenu wuxuu yihi sal alla salam, walam yati ahadu afdala mima ataa bihi, waxa uu la imaaday cid ka fadli badan ninkaana may jirto rasuulka sal allahu calayhi wasalam ee boqolka jeer akriyey laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir, cid ka fadli badan may jirto ila rajulun qaala mila maa qaal, qof intaa u akriyey oo kale akriyey unbaa lamid ah aw zaada ama kaba ziyaadiyey ka dheereeyey, wailaa cid kale soo gaaraysa maba jirto rasuulka sal allahu calayhi wasalam. Xadiidka imaam albukhaari imaam muslim baa soo saaray, saxiixayn buu ku sugan yahay. Saa darteeda ma wax culus baa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, wax culus maaha, wax culus ma aha, xataa xisaab uma baahna inaad tiraa meel baan fariisani tusbixaygaan qaadana farahaygan rabaa inaan u naafaaso oon masjidka u galo, maya. adigoo dukaankaadi iibsanaya, adigoo gaarigaagi wada, adiga oo waddada socda, adiga oo danahaaga haysta, ya ayaad afkaaga ka akhrin kartaa boqol iyo wax ka badan. ya inaad ilaahay ka xusto subxaana, carabka iyo qalbiga inaad rabbi ka xusto subxaana wa tacaala, ood ilaahay u shukrida. shukrigana saaad ogtihiin saddex qeybood buu ka imaadaa. shukriga waxaa ugu horeeya qalbiga inaad rabbi uga shukrido, ood ictiraafsan tahay qirta nicmooyinkuu rabbi kuu galay subxaanahu wa tacaala, oo islaamnimada ugu horeysa, tawxiidka ugu horeeya, ya ugu horeysa. alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah, hanuun ilaahay hadduu ahayn miyaan hanuun lahayn, ilaahay baa hanuunkaa na siiyey subxaanahu wa tacaala. inaad ugu shukrido allah qalbigaadaad ka shukrido, carabka inaad ka shukrido oo tiraahdo alxamdu lilaah, ilaahay islaamkii igu mannaystay, ilaahayga i waafajiyey khayraadka, ilaahayga i karsiiyey cibaadadka, ayaa mahadsan. carabka inaad ka tiraahda, inaad xubnahaaga ka shaqaysiiso, masaajidda gasho, salaadaha cibaadaadka tukato, sujuuddo, inaad toonto, inaad maarte sadaqada la baxdo, inaad maarte aad khayrka iyo wanaagga u socoto, xumaha reebitaankiisa inaad u socoto, waxaa weeye ficil aljawaari, xubnaha oo laga shaqaysiiyey. marka shukrigana qeybahaasuu ka imaadaa. marka addoonka inuu rabbigiisa ku shukriyo subxaanahu wa tacaala oo dikrigana u akhriyo badiya ayaa looga baahan yahay maalmahan ayaga. waxaa ka mid a xamdiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadnaqiisa inaad badiso. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkii fi saxiixayn ku sugnaa bukhaari iyo muslim waxaa nabigeenna uu yihi sal alla salam, kalimataani khafiifataani cala allisaan xabiibataani ila araxmaan thaqiilataani fi lmiisaan subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi. waa laba kelimo oo carabka ku fudud akhrintooda, akhrinteeda carabkay ku fudud, subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi, soo wax fudud maaha, yay u fududase qofki ilaahay u waafajiya subxaanahu wa tacaala u karsiya. yaa dad fara badan ayaan keri karin subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi boqol been inuu maalinka sheegana u fudud, intaasoo kumaankuna qof inuu xanta u fudud, ya inuu wax ka sheego u fudud, inuu xumaan u lugeeya oo fisqi ka shaqeeyana u fudud, intaasna ay ku culustaan oo shaydaan iyo naf ay kala goosteen, ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda u fudud ayaa u fududa. saa darteed nabigeenu wuxuu yihi sal alla salam, waa laba kelima oo fudud carabka ku fudud akhrinta, subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi. ilaahay agtiisana loo kalgacayl badan yahay, waa laba kelimo ilaahay aad u jecel yahay. ilaahay weyninkiisa inaad subxaanahu wa tacaala aad ku tilmaanto ood nasahda subxaanahu wa tacaala ceeb iyo nusqaan oo dhan ka huftay, ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdigiisa adigoo ku dheehan aad rabbi u shukriday, subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi. waa laba kelimo carabka ku fudud, ilaahay agtiisana aada looga jecel yahay. miisaanka qiyaama haddii la saarana
مالك حساب جرته اد كهليس اجر عرس افر بدر او حق الميزانك ودعي دونا حق هدو ميزانك ودعينا والدي بانتي خير فر بدر بعد هالشيء مركا ان كغا فائديس انه ذكرك اسغا ان اله كو حسنا او سبحانه وتعالى مالمها خير كبدن ان كفائديسنا لو باين ولا ليال عمرك ساد اوكتين وحقوبه عمرك وكوبين مالمهنا موت القفل هسك بطيبه قفك اسغا صعدون حنون سنين اياد مغلي هبل واتغا مر هدا سيدا تاه بحال لو باين ادونك وحال لو باين انه كفائديسو مدده او جوجو إن خير بدن هرمرسنا إن الإله سبحانه وتعالى أنتو عافماتك النسيي إن كركرنا عبادنا إن العبادي سنة حولها قا أنت الأود أولادة والله بحي كرتوت إله يكتب جيسن كرتا إن الجيسته إن ابن آدم كحوريس وحوكولي هاي وحو إله يكتس الجيستي حديث النبي وكيها ابن آدم كحوري هاي مالي 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 حولها قا قيل على أسكنة ariga aniga iskale lacagta aniga iskale guriga aniga iskale gawaarida aniga iskale adduunyada dhulkan aniga iskale ayuu leeyahay binaadam xoolihi sanam ma wuxuu kuleeyahay rasuul sallallahu alayhi wasallam saddex shay buu kuleeyahay ma akala wuxuu cunay faafna wuxuu cunay oo masquul geeyay wuxuu cunay oo dhamaaday oo galabtan uu ka baahayn masquul geeyay iyo wuxuu xirtay oo baariyoobay مرضى هذا الضمان ده سوء يبي ده سي بل إلا بالكد محيصا مين وإن هتوك لك إبساته سمع وحتى جاي عمري جاي ده كله ماضي إيه وحو إلهي أكتي سجي سي أو باقي وأدويا وكجفا إلي آخرا أيالا إيه بنجي يسي أكونتي سوء يالا إنت أبو بن آدم حوليه سكوليه وحي كسوها راي هذه كمالي سواحد كبا قاغلو دادانا كدالين وكشخين باكرق وصانا هيا إيه بل waxaa laga yaabaa inuu wado xulo adeegsadeba waa lagu murmaaya markii geeridaad ay soo dhawaato sakaratul mawtkaada socdo xoolihi rag baa si baan geysanaya oo kursi doodahay tayib soo ma fiicna markaa inaad hor u dhigato naxam oo dhinaha igtisa wax geysata sadaqad wataa alla igtisa wax la geysta subhana wa ta'ala sadaqada cadaabka laga gabadbaada oo waxay dambisa dambiga ayaa lagu dhaafa cadaabkana waa lagu damiya نبينا صلى الله عليه وسلم ركوا كشيكين قيامه حير أضانك إلهي هرتي بأن لجوجين دونا سبحانه وتعالى أيضا حساب لو جوجين هيا مركز سؤال لو يدين دونا وحفيرنا يا دين عم بدي كتاء وحيوهر مرصدي أبو أركي بدا حقو إيجا هيا وحيوهر مري أبو أركي ودنيا دي أبو هرتي سفيرنا يا إلا النار سوقا بلسن أو قربها مرأيك تحركك وعيان أم بأو موقتها نبي كان في رسالة عليه السلام هو ختم حديثك اتقوا النار ولو بشق التمرة والنار كبقى والنار كقاشانتا ولو تمر جاحة لأبد إلهي حقي سجيستين نعم وغايو وحقوية رواي وقف بحصدا كما بضل ننك اللبا حيها دي وخير فرب بضل سيادرت يا انت ما المهن جوبنا إنا صدق الله وحنا بحكر نحولها نكبحنا نول يا موضبا إنا تكلب حضا وإلهي أكتي سجيستا سبحانه وتعالى مدارس دكسية مساجد مشاريع الخير مساكين إن لغو بحية حولها وصدقة جارية الله قد لك ما يشان وحي لك لي مرلومة ما يشان وحي لك لي أدويك ما يكا صدقة جارية اللي له قل لك الدين إلهي لغو برنا وحي لك لي وصدقة جارية وصدقة الصعونة إيسا هداد نوشها هي هداد لما طيبة أجل كده ومكتوبة قريب وحقو أي معها marka meelaha soo kale in wax lagu darsada ayaa fiican oo qofka ku darsada waalidintiisa u bixiya asaga baxsada ilaahay hortiisa wax geysta subhanahu wa ta'ala maalina waxa wajirin sadaqa saad ogtihiin nabiga nuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qof walba inuu harsan doono qiyaamada hooska sadaqadiisa hooska sadaqadiisu harsan doona qiyaamo maalin ay dadka gubanahayaan oo qorraxda taa ka la keen doona ayaa sadaqadaad hooskeeda geli doonta oo harsan نبينا صلى الله عليه وسلم ركوت الضباد السف تلمام يا بعيد يا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله محاكم ذها وحاكم ذها رجل تصدق بصدقة ف
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بدع دي سينيا وقالوا حميد تسبح نايسا يعني وحيا راه إن لقى قفا إذا استيمهم تايبا كمتا ومر والبين الصومر هيا صومك صدقة استغفارتا مركا ولا ليال سكوما إلهي سبحانه وتعالى وحان كبري هيا النجي إذن كبا إنو عذابك سينا بحر هيا إلهي وحان كبري سبحانه وتعالى ما المها فضلك بضا سيدا أيضا الله تلما من خير كذي فضلك كجرة إلهي إنو نوافجي كفا إذن سيكيدا إلهي سبحانه وتعالى كوي ذنبي قوضا لقودها في ما المهن أيقا حسنات أجرات فربضا كهلين ألهين أقنقو إلهي سبحانه وتعالى ما أنت باشنا كوكول صنعي قريقان إله إن خير كان يسكوكو إماني وناقن إنا دقي سنة إلهي سان باشنا أول ما نجنة الفردوس هنوكل ميو إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إنو نقنقا وحن شيقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلهي أن نقدر سبحانه وتعالى ذنب جنك والدين تنا الله دافو وحي أن هلينينا أنجى الشيطان بكاء هذي وحي أن وافقنا فمن الله إلهي حقي سكاء هذي ولا ليال وحن صدر دار منا خير كنا دائمنا خير كنا كفى إذا سنا إلهي طاعدي سينا بطنا أنت ندوني جونا أن خير كوبضنا ونقول إلهي خير وناك كشقينا أرمها يعني كفى إذا يسنو وقت خير لوقت يكود أن الله نقول ميو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.